هذا القرار أولا يعبر عن تضامن الدول العربية، تضامن البرلمانيين المشكلين البرلمان العربي من مختلف الدول مع المملكة المغربية، لأن تم اعتبار يعني القرار الصادر اليوم يعتبر بأن أولا يعتبر عن إدانته للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أولا، ثم التأكيد بأن الخطاب الاستعلائي للبرلمان الأوروبي وهذه المقاربة في التعامل مع المملكة المغربية يجب أن ينتهي. كما أن ربما من الأمور التي أثيرت وهي جديدة هي قضية سبتة ومليلية، المدينتين المغربيتين المحتلتين من الطرف الإسباني. فالقرار بشكل قوي جدا طرح بأنه من ضروري أن يفتح هذا الملف، ملف ديال سبتة ومليلية.